وأيضا عندنا عنوان مهم جدا مشاهدين الكرام، يعني تزامنا مع اليوم الوطني، يمكن تداول ناس كثير يعني عبر وسائل التواصل ورأوا كريستيانو، شافوا نيمار وبنزيمة بالثوب والشماغ، وصنعوا حدث كبير جدا الناس تداوله، وزي ما نشوفه على عبر الشاشة كانت ردود فعل كثيرة جدا. خلينا ندخل على تفاصيل ومعاني العميقة للأجانب اللي كانوا مشاركين بالعرض السعودية بحمل السيف، أداء العرض السعودية، لبسهم للشماغ والبشت. أبو سعود تعليقك، خلينا ناخذ التعليق يعني بشكل عام، وكيف ردت فعل الناس تجاه هذا الشيء؟ ابتداء عندما كانت هناك رؤية وخطة لجلب هؤلاء اللعيبة المشاهير على مستوى العالم، في بعض الناس كانوا مستائين انه هذه مبالغ كبيرة صرفت، ايش الفائدة من لاعب يلعب كورة؟ لكن الناس اللي كان عندها عمق وبعد في الرؤية يعرفون انه هذه يعني من الأشياء، الأدوات الناعمة اللي الحكومات دائما تحاول أن تنشر ثقافة البلد وتجلب الاقتصاد، عفوا تجلب الأموال لها لتعزيز الاقتصاد، تجلب السياحة وتنشر الثقافة. بمعنى مهما صرفنا من مبالغ بالمليارات على أساس نقنع الآخرين في هويتنا، ما راح يتقبلونها بالشكل اللي احنا قاعدين نسويه مهما رحنا عندهم وحاولنا نظهرها علينا. متى ما شافوها على لعيبتهم اللي هم يحبونهم، صدقني بكرة راح تشوف مثل ما طلع رونالدو وطلع نيمار في السامري، ورونالدو في العرضة، ميشيل باللبس هذا، وميشيل بكرة تشوف الجماهير يرقصون ويعرضون ويرقصون السامري ويدورون الشماغ ويلبسونه ويدورون البشت ويلبسونه. ليش؟ لأنه هذول بالنسبة لهم رموز جدا. احنا نشوف فنايل اللعيبة الأندية يلبسونها الناس مطلوبة وتلبس في كل مكان في العالم. صحيح. إذن هذه نوع من الاكتساح بالقوة الناعمة. هنا مهما أنت تحط فلوس ما في مشكلة، الفلوس انت لو تجي اخذت الفلوس هذه ووزعتها على الناس وراح اكل وشرب وخلصنا. لكن الان انت وزعتها في مشروع نشر الثقافة، بعد 10 سنين مردودة لأولادي لأولادك، مردودة لنا، الناس بتبدأ تلتفت بأنظارها إلى هذه البلاد، يبغون يفهمون أكثر، يعرفون أكثر، يبغون يجون هنا أكثر، يصرفون فلوسهم عندنا، يستثمرون عندنا. فبالعكس احنا كنا مبسوطين جدا صراحة. وانا اوجه تحية للناس اللي كانوا مسؤولين صراحة عن اللبس، لانه للامانة يعني جميل وراكز اللبس، وما في زي ما كنا نشوف بعض الدعايات اللي كانوا يجيبونها. انا من عندي نيمار كان لبيس يعني اللي لبس يعني اكثر واحد وادى العرض السعودية نيمار، يعني كذلك كريستيانو بعد كريستيانو فعلا كان له دور كذا في اللبس. اما ميشيل يعني شوي الشماغ مو بعارف له، لكن بشكل عام كان اللبس رائع ومميز عليهم، وكانه فعلا الناس قالوا هذا من عيالنا. كانه ما تدري بكره ممكن يكون الموضه في العالم بدل ما هي مثلا الموضه جينز وتيشيرت تصير الموضه ثوب الاوتفيت، يكون ثوب وشماغ فعلا ليش لا.